لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فتناولنا في المرة السابقة مقدمة حول القسم الثاني من أقسام علم الأصول وفق الكتاب الواضح الذي نتناوله، وهو الكلام على أدلة الأحكام. ومررنا على 14 نوعا من أدلة الأحكام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن كل واحد منهم بتعريف مختصر جدا بفضل الله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في الكلام على المصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام، وهو القرآن. يقول الباب الأول: القرآن. نتحدث عن القرآن في هذا القسم في 5 فصول. الأول: تعريف الكتاب وحجيته وحكم القراءة الشاذة. الثاني: المحكم والمتشابه من القرآن. الثالث: المعرب في القرآن. الرابع: النسخ في القرآن والسنة. الخامس: إقرارات القرآن. أما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالقرآن فسيأتي الحديث عنه في القسم الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. يبقى هنا يعني في الكلام على أدلة الأحكام سواء كان القرآن أو السنة أو باقي الأقسام، بيبقى أو بالذات في الكتاب على القرآن والسنة، بجد قدر مشترك بين علم الأصول وبين علوم قواعد أخرى. بالنسبة للقرآن علم علوم القرآن، وهو علم بيعرف بكل العلوم المتعلقة بالقرآن، وبالنسبة للسنة علم مصطلح الحديث. الأصوليون بيكرروا بعض المباحث لتأكيد تكامل علم الأصول، ولأن بعض المباحث ربما هم بيخدموها أكثر من ما هي مخدومة في، يعني مثلا طبعا يمكن ده مش باين قوي لما أتكلم على علوم القرآن أو على أصول مصطلح الحديث، ممكن يبان قوي في اللغويات، وإن الأصوليون خدموا اللغويات ربما في بعض المواطن أكثر من اللغويين أنفسهم. طيب، الفصل الأول: تعريف القرآن. يقول: القرآن كلام الله تعالى. القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ بتلاوته المكتوب في المصاحف المتواتر من حيث النقل. يبقى هو هنا احنا طبعا اتفقنا على ان التعريف لازم يكون جامع مانع، والقرآن هو ما بين دفتي المصحف. يبقى ولكن يعني للتأكيد على، لان ممكن مثلا اجد مصاحف فيها حاجات تفسيرية اجد، فكان بيحتاج العلماء يقولوا تعريف يعني يكون جامع مانع، مع ان الأمة يعني بتواطر الكافة عن الكافة بيعرفون بفضل الله تبارك وتعالى ما هو القرآن. فالقرآن كلام الله تعالى، وهنا بيبان برضو مهم ان احنا واحنا بندرس اصول او غيره ان احنا نكون بندرس من كتاب يعني عقيدة صاحبي، عقيدة سلفية. طبعا مش هنمتنع من الاستفادة من الكتب غير السلفية إن كان فيها فائدة، ولكن بعد الاحتراز وقدر الإمكان لو وجدنا الكتب السلفية يبقى بنعتمد عليها. فهنا طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى يعني معلوم. قال: هو القرآن كلام الله تعالى. الله عز وجل يتكلم، ولكن القرآن ليس كل كلام الله قرآن. القرآن كلام الله، كل القرآن كلام الله، ولكن الله تبارك وتعالى تكلم بكلام آخر غير القرآن. عشان كده بنحاول أول نثبت أنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي. نحاول نحترز من التوراة والإنجيل.
المتعبد بتلاوته نحترز من الحديث القدسي المكتوب في المصاحف لتأكيد إيه؟ أن الإجماع انعقد على أن القرآن هو من شروطه موافقة الرسم العثماني والتواتر، يبقى المكتوب في المصاحف المتواتر من حيث النقل. هنيجي دلوقتي نتكلم على القراءات الشاذة زي ما هو قال، ونعملها معاملة إذا صح سندها نعملها معاملة الحديث وليس القرآن، فلا نتعبد بتلاوتها وإنما نأخذ منها أحكام. طيب يبقى إذن هو هنا صاغ لنا تعريفا جامعا مانعا، فيعني بيّن أن القرآن كلام الله ولكنه خصص منه الكلام باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المتواتر من حيث النقل. فمحترزات التعريف، هو ليه حط كل عبارة من هذه العبارات اللي بيها احترز من أن يدخل معنا في التعريف ما ليس بمقصود ولا ليس وما لا ينطبق عليه وصف القرآن. قال فليس كل كلامه تعالى قرآنا، يبقى هو الأول القرآن كلام الله، ده عقيدة راسخة كما ذكرنا، لكن عشان نميز القرآن عن باقي كلام الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته. يقول فليس كل كلامه تعالى قرآنا، فالتوراة والإنجيل والزبور ليست قرآنا، وكذلك سائر كلامه تعالى فإنه يتكلم بما شاء كيف شاء، ومن ذلك الأحاديث القدسية فهي ليست قرآنا. طب ما إيه الأحاديث القدسية؟ بيكلمنا عليها في هذه الفقرة التي بعدها. يقول الأحاديث القدسية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى لفظا ومعنا، ولكنها لم تنزل لتكون قرآنا، بدليل أنها لم تكتب في المصحف ولا يقرأ بها في الصلاة، كحديث قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. يبقى هنا ده تعريفه للحديث القدسي، أنه منزل من عند الله تبارك لفظا ومعنا، ولكن جبريل عليه السلام لما نزل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربك يقول كذا، ولم يأمره أن يجعل هذا قرآنا. لما بيكون قرآن يقول له ضع هذه في موضعها من كتاب الله قبل آية كذا وبعد آية كذا، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن قرأه على الصحابة وأمرهم بكتابته وبين لهم موضع هذه الآيات المنزلة أن يضعوها بعد كذا وقبل كذا. يبقى كده يبقى جبريل عليه السلام كان يبلغ الرسالة كاملة إن كانت من القرآن بين، وهنا حيلزم بيبقى ساعتها بقى لازم كمان يبين أين موضعها، وإن كانت من غير القرآن فيبلغ الرسالة ولا يلزم أن توضع في موضع، لا يوجد موضع، لا يوجد النظم يعني يجب الحفاظ عليها كذا إلا في الإيه؟ إلا في القرآن. طيب يبقى ترجيح المؤلف هنا أن الحديث القدسي من الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى. طب الفرق بينه وبين القرآن؟ قال أول فرق بينه وبين القرآن إن هو لم ينزل للتعبد بتلاوته، وبالتالي ليس شرط التواتر، وبالتالي بنصححه بنفس معايير القبول والرد، هي نفس معايير القبول والرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عندنا في حاجة اسمها الحديث النبوي، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه قال الله تعالى. طيب هل الحديث النبوي كله من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الوحي هو وحي من عند الله ولكن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو حتى اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمسألة دي تعرضنا لها كتير، وخلاصتها أن ما اصطلح على تسميته بالحديث النبوي اللي هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قال الله تعالى بل من قوله صلى الله عليه وسلم، فهو يشمل ثلاثة أنواع، وإن كان يتعذر في كثير من الأحيان التمييز بينها، ولازم نكمل، ولا حاجة ولا لنا في هذا التمييز ولا يترتب عليه أثر.
ايه الثلاث انواع دول؟ ان يكون زيه زي الحديث القدسي بالضبط، لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى. احنا وجدنا مواطن سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن سؤال، فنزل عليه الوحي، رؤيت علامات الوجه وعرق جبينه صلى الله عليه وسلم وسكت فترة، ثم أجاب السائل بكلام. فاحنا بنأخذ هذا الكلام ونثبته على أنه حديث نبوي، مع أنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، وليس لدينا يقين أنه إذا كان هكذا بلفظه أم لا. يبقى ممكن يبقى زيه زي الحديث القدسي، ممكن يكون أي أن معناه ولفظه من الله تبارك وتعالى، ممكن يكون الوحي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ما أوحاه إليه ربه، أن المسألة الفلانية ينبغي أن يقضي فيها بين الناس بكذا، أو أن يبين لهم كذا. هنا لما حد يقول لك بين للناس كذا أو أمر الناس بكذا، هو ابتداء لم يلزمك بلفظ. فإذا جبريل عليه السلام لو نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ربك يأمرك أن تبين كذا أو أن تأمر بكذا، يبقى فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما أمره ربه عز وجل أن يأمر به، أو ينهى بما أمره ربه أن ينهى عنه. فيبقى هنا المعنى من عند الله تبارك وتعالى، واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب انه بيأتيه الوحي يأمره ان يبين للناس شيئا ما، ولكن لا يأمره ان يبلغ كلاما كما سمعه صلى الله عليه وسلم. احتمال الاجتهاد يعني مسألة اتكلمنا فيها كتير، وقلنا الراجح ان النسل بيجتهد بدليل أن الوحي تعقبه في مواطن، ولو كان كل كلامه صلى الله عليه وسلم وحي فكان لم يكن ثمة مجال لأن يتعقب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا بنقول لو أثبتنا الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يتعارض مع قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ لا يتعارض. ليه؟ لأنه هو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أكيد، ويتكلم بالوحي أيضا أكيد، ولكن إما أن يكون نصا أو استنباطا. أو إحنا لما بنيجي نتكلم في أحكام اجتهادية بنقول عليها أن دي أحكام يعني والعياذ بالله أتينا بها من أهوائنا أو من عند أنفسنا، ولا إذا كانت داخلة في عموم نص قلنا ودليل. لما نيجي النهارده نقول حرمة التدخين، نقول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلموا أيها المفتون أنكم توقعون عن رب العزة جل وعلا حلاله وحرامه. الناس تيجي تسألكم فتقولوا حلال أو حرام، أي أن الله أحل هذا وحرم ذاك. أنت بتقول الكلام ده بناء على إيه؟ بناء على ممكن ما يبقاش دليل نص الخاص في المسألة، ممكن على دليل عام، ممكن قياس، ممكن كذا، ممكن كذا. إذن فلما يجتهد المسلم ابتداء ما بيبقاش دع عن هوى، ولكن بيبقى وحي، فهم النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، وهو صلى الله عليه وسلم أفهم الناس للوحي، ومن ثم كان جل اجتهاداته صائبة، بل كلها، وإن كان بعضها يعني غيره كان أولى منه، فنزل الوحي بها. وقلنا إن من يعني حكمة الله تبارك وتعالى أن يقدر حدوث تلك الوقائع، منها نستفيد تأكيد على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها نستفيد حصانة لكل السنة بعد ذلك. ليه؟ ما يجيش حد يقول ما كما سمعتم للأسف الهلالي ونحو يقول ده جعل السنة حاجة شخصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه القرآن ده فهمه الخاص، فهم النبي صلى الله عليه وسلم. حد مسلم ممكن يقول أن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ده فهمه الخاص للقرآن، وممكن كل
كل واحد يبقى له فهمه الخاص والعياذ بالله ضلال مبين. يعني ما نظن أنه قال بذلك أحد منتسب إلى الملة عبر التاريخ. ولكن يعني الشاهد هنا أن وجود المواطن التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتعقبه الوحي تعطي حصانة لكل النصوص الأخرى. ولذلك ما نصطلح نحن على تسميته بالحديث النبوي بعضه أشبه بالقدسي. طب أقعد بقى أفرز، مستحيل، ما هو روي لنا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هناك قصة بينت أنه كان سائل وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتصبب جبينه عرقا إلى غير ذلك. ثم ما الفائدة؟ يعني هو شيء يعني غير متيسر ولا فائدة منه. لماذا؟ لأن هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبه فيه الوحي فهو وحي، بغض النظر عن ماذا كان شأنه وماذا كان منشأه، هل هو شيء موحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه أم شيء أوحي إليه معناه وفقط جاءه جبريل عليه السلام وقال له أؤمر الناس بكذا، إنهى الناس عن كذا، أم أنه اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. ولأن احنا باستثناء الكام موقف الذي تعقب الوحي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص عرفنا الحكم هو ما استقر عليه الوحي، يبقى كل المواطن الأخرى أيضا وإن لم نميزها عن غيرها فهي أيضا من الوحي. إذن يبقى العبرة عندنا في السنة أن تصح سندها ولا نفتش عن منشأ الكلام، هل كان بوحي مباشر ولا كان استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص أخرى وسكت عنه الوحي. فهو ابتداء اجتهاد في نطاق الوحي، ثم هو اجتهاد صائب لأن الوحي لم ينزل بخلافه. يبقى إذن الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ليس كبيرا، لكن احنا عندنا طائفة من الأحاديث هي صياغتها محتاجة كده، وبالتالي هي دي اللي غالبا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال الله تعالى، الله تعالى يريد أن يكلم عباده يناديهم يا عبادي. وبالتالي لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن ربك يقول لعباده كذا، فقال السلام قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. بعض يقول طب هو عايز كان عايزين يعملوا فرق بين الأحاديث القدسية والقرآن، فقالوا إيه؟ لا ده هو الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب من أين أتيتم بهذا الفرق؟ يعني لماذا وضعتم هذا الفارق؟ لم يقل أحد به. قالوا وهو لو كان لفظا ومعنى من عند الله لكان قرآنا. لا، ليس صحيح. ليه؟ كما ذكرنا التصور العقلي يتصور هذا وذاك، يبقى عندما نخصص ونختار أحد الأمرين نختار بدليل أو نبقي الأمر على أي من الاحتمالين، فنحن نسلم طالما صح السند. بمعنى أنه ايه المانع ان ينزل يعني جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ان ربك يأمرك ان تبلغ الناس انه قال لهم يا عبادي فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، طب ليه ما خلاهوش قرآن؟ لانه لما بيبقى قرآن جبريل عليه السلام بيقول هذه يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له ضع هذه في موطن كذا وموطن كذا. يبقى مش محتاجين نعمل التفريق بتاع ان المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي ان نقول ان القرآن هو المتعبد بتلاوته الموجود بين دفتي المصحف، وانه الحديث القدسي حديث قدسي يبقى لم يتعبد بتلاوته ولا نشترط له التواتر، واذا صح سنده يعني نسبناه الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الى الله عز وجل أنه يقول قال الله تعالى، ونعمل بما فيه، نصدق ما فيه من أخبار ونمتثل ما فيه من أوامر ونواهي. يقول ليس صحيحا قول لمن قال إن الأحاديث القدسية معناها من الله وألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم ولفظها ومعناها من الله تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم راو لها يحكيها عن ربه تبارك وتعالى. قل وترجمات القرآن، ده غير بقى الحديث القدسي، هو كده عرفنا يعني
قال وترجمات، عشان هو بيقول ايه اللفظ العربي، لا يقول ترجمات معاني القرآن الى لغات العجم ليست قرآنا. يبقى مهما بالغ في ان يحاول ان يترجم المعنى بلا تسيد بلا زيادة ولا نقصان، سيظل ان هذه اسمها ترجمة لمعاني القرآن. حتى احنا اتكلمنا قبل كده لما اتكلمنا في دروس التدبر في شهر رمضان الماضي، وانه انا ممكن التفسير العربي نفسه احاول اخليك الترجمة، وقلنا احنا بنحتاج ده في زماننا، ان نجيب منطوق الآية وبعدين نضع مكان الألفاظ التي صارت الآن غير مستعملة او مستعملة في غير بابها، ونضع اللفظ اللي يوصل المعنى للقارئ، ونبسط شوية التركيب ان كان التركيب في شيء من الغموض، ونقول معنى قوله تعالى كذا هو كذا، وهذه كأنه ترجمة عربية عربية، تفسير في غاية الاختصار، ولكن لا يمكن ان يسمى شيء غير منطوق ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وجمعته الأمة في المصحف ونقل لنا بالتواتر، لا يمكن ان يسمى غير هذا بالقرآن. طبعا اللي بنرى كيف ان التساهل في الترجمة كان سبب من اسباب ضياع الوحي، ترجمة من ترجمة من ترجمة، وكل هذا يسمى عندهم انه من عند الله، وبعدين احتاجوا عشان يعني كده يقولوا انه بيحصل نوع ما من الحلول من حلول الاله والعياذ بالله في من يكتبون هذه التراجم، واختاروا بقى تراجم دون غيرها وكتابات دون غيرها، والى الان المعركه قائمه، البعض بيحاول يترجم فبيصدروا ضده فتاوى في دينهم بتكفيره ونحو هذا، واللي بيقولوا دول طب ايه الفرق بيننا وبين المترجمون الاوائل؟ ده موضوع يعني لا يعني بالاجماع ما لا تسمى ترجمه القران قرانا. والبعض ساعات ايه يسميها، يقول ايه ان الامه اجمعت على عدم ترجمه القران، يعني العباره كده فيها غموض، احنا مش بنقول ما ينقلش معاني القران للامم الاخرى وينقلها بامانه بدرجه تبدو كما لو كان بيترجم يعني تماما دون تزيد في المعنى ولا نقصان، ويحاول يجيب التعبير القريب من تعبير الآية، ولكن هذا كله لن يسمى قرآنا ولا يتعبد بتلاوته، ولا نقول أنه معجز، ولا نقول أنه خالي من الخطأ. من الوارد أن يكون في خطأ في الترجمة، ترجمة فلان أو فلان تراجع، لكن يبقى القرآن يعني محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. طبعا اللي بيهمنا هنا في علم الأصول مبحث حجية القرآن، يقول حجية القرآن، القرآن كلام الله تعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للبشرية جميعا. إلى أن تقوم الساعة، فنصوصه أدلة على أحكام الله وبيان لمرادات الله من العباد وشرائعه التي شرعها لهم. ومن هنا لا يختلف المسلمون في كون نصوصه حججا ملزمة للعباد يلزمهم الأخذ بها على الوجه الذي تدل عليه. الكلام يعني رزقنا الله عز وجل نعمة الكلام لكي نستطيع أن نتواصل، فإذا الكلام المتكلم يريد أن يوصل معنى فيتكلم بالكلام، بالنسبة للبشر يعني الكلام الذي يغلب على ظنه أنه يوصل المعنى. وبالتالي أنت لما بتحضر درس أو خطبة أو تكتب مقال أو بتبعت حتى الرسالة، يعني سواء رسالة ورقية أو الرسائل الإلكترونية، المهم عندما تتكلم فأنت بتبقى داخلك معنى وبتقول أنا هقول كذا، وبعدين تقعد تقرا فيه وتراجعه، او هكذا ينبغي ان تفعل لتتاكد ان المعنى، ان تلعب دور المستقبل بقى. المستقبل لما يسمع او يقرا هذا الكلام هيفهم منه ايه؟ فلو غلب على ظنك ان هو تمام كده وهيفهم اللي انت كنت عايزه،
فبتعتمد الكلام وتقوله او تكتبه او تنشره او ترسله. لو لقيت ان هو كلامك اللي انت حضرته قد لا يفي بغرضك ولا يبين مقصودك، فانت بترجع بتغيره، بتحاول تعدله وتزيل اللبس. كلام الله تعالى كلام عربي مبين، وبالتالي لابد ان نفهم كلام الله تعالى على الوجه الذي يدل عليه، بدون ما يبقى عندنا هوى نحاول نقول زي الناس بتوع المجاز، يجيب لك تقول له احمل اللفظ على الحقيقة، يقول لك ألم تحمله في موطن كذا وكذا على المجاز، تقول له نعم، يقول لك هكذا هنا. طب هناك حملته على المجاز عشان في قرينة، هناك لا قلت زي ما قلنا في المثال قبل كده رأيت أسدا في المعركة يقاتل، فهمت انك قصدك على القائد شجاع. لكن ما تجيش بقى واحنا في الغابة ونقول احذر الأسد، تقول ما لعلك او لعل القائل، او يجيلك عبر الميكروفونات تحذير احذره الأسد خارج قفصه كذا، تقول ما لعلهم يقصدون الرجل الشجاع. محدش في الدنيا بيعمل كده، الا ان الشيطان بيتسلط على كثير من الناس احيانا ويجعلهم في امر الاخره يفعلون هذا. يقول فنصوصه ادله على احكام الله وبيان لمراضات الله من العباد وشرائعه التي شرعها لهم. ومن هنا لا يختلف المسلمون في كون نصوصه حججا ملزمة للعباد يلزمهم الأخذ بها على الوجه الذي تدل عليه ما لم تكن الآية منسوخة. أنا ممكن أبحث عليها في والأصل عدم النسخ إلا أن أجد أنها منسوخة وهكذا. وربما كان في بعض الآيات إجمال تبينه السنة أو غيرها من الأدلة. يبقى أنت لو جالك من البشر فضلا عن يأتيك من رب البشر جل وعلا كلاما مجملا غير مبين، فأنت لو أنت المرسل يعني لا ترى أن هو ضابط لأموره، فأنت تعتبر ده عيب وخلل في رسالته التي يرسلها لك. وإن كنت واثق في علمي وحكمتي فأنت بتقعد تدور هل أشارع أو هل أحالني إلى موطن أجد فيه شرحا لما غامض علي، وأجد فيه كيفية أدائي المهام التي أمرني بها وبعضها لا معرفة سابقة لي بها. فبتدور تفترض يعني وهكذا. فأيضا هنا يجب أن تقطع أن القرآن له معنى واحد، وأن هذا المعنى يسهل الوصول إليه والأدلة عليه تكون كثيرة بفضل الله، وما عداه من الأقوال هذا بالذات في الأمور المحكمة. وأما ما يقوله أهل البدع رغم وجود هذه النصوص المحكمة فهو من اتباع الهوى، وإلا فالنصوص المحكمة عادة سأجد أنه معها من القرائن ما يلزم أن نفهمها على نحو معين. خصائص القرآن في الدلالة على الأحكام. يقول خصائص القرآن في الدلالة على الأحكام: يمتاز القرآن عن سائر أصول الأحكام بميزات منها. قلنا ده أصل الأصول، وده الدليل اللي بيه بنثبت حجية الأدلة الأخرى. يتميز القرآن أنه بنصوص من كلام الله تعالى، فالله هو الذي قال وتكلم به، ومعنى ذلك أنه لا يعتريه العجز والقصور الذي يعتري كلام البشر في التعبير عن مرادتهم. يبقى هنا ممكن في كلام البشر أنت تتوقف تستفهم
لأنك بتقول ممكن يكون المتكلم جاهل معنى اللفظ الفلاني، يقول لفظ يطلب حال، بينما القرآن أنت على ثقة أنه عند الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يمكن أن يوجد في كلامه أي نقص أو أي عجز. وده بيخلينا لما بنيجي نستنبط من القرآن والسنة، نستنبط من المنطوق والمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والقياس، وقد لا يكون هذا مناسبا مع كل كلام البشر، إنه البشر يذهل، يبقى من ذهول أو نسيان أو نحو. لكن بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى بنفهمه ونستنبط منه بكل أنواع الدلالة. أيضا إذا توهمنا التعارض، الإنسان ممكن يكون التعارض نتيجة نسيانه، ممكن يكون التعارض نتيجة أنه يعني لم يضبط المسألة، لكن هنا التعارض إذا وجدنا نصوص ظاهرة التعارض فإحنا بنقول أنها لابد تكون يعني نجد معنى تتفق به هذه النصوص، طالما أن كلها صحيحة، ونتكلم هنا طبعا على القرآن يبقى كلها صحيحة، فيبقى يجب أن تفسر التي ظاهرها التعارض، أن تفسر على ضوء بعضها البعض. وده يعني علم من علوم القرآن، ومعظم يعني تناول العلماء له إنما تناولوه في ثنايا كتب التفسير، والبعض أفرده بالتأليف، منها من المعاصرين العلامة الشنقيطي، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وله كتاب قيم بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. يبقى مهم جدا ان احنا نكونوا فاهمين ان القرآن كونه من عند الله تبارك وتعالى، فبنفهمه بكل انواع الدلالات ونستنبط منه، وبرضه بنوقن انه لا يمكن ان توجد آية تعارض اخرى، ولا حديث ان شاء الله تبارك وتعالى ان هو كله من عند الله عز وجل. ايضا من خصائص القرآن أنه تعالى أنزله بلسان عربي مبين، ونحن نقرأه باللسان الذي نزل به، وبهذا يتميز عن التوراة والإنجيل، فإنهما لا يوجدان باللسان الذي أنزل به أصلا، والترجمة يعتريها الاختلاف المعنوي مهما كانت دقيقة، هذا بالإضافة إلى التحريفات المقصودة التي دخلت فيهما عبر العصور. أيضا مما أن القرآن نقل إلينا بألفاظه نفسه تعالى، تكفل بحفظه بقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وهذا يعني أننا نقرأ الألفاظ التي أنزل بها دون أي زيادة أو نقص أو تغيير ولو كان حرفا واحدا، وبهذا يتميز عن السنة. السنة بتحتاج فحص وتمحيص، ومن رحمة الله تبارك تعالى بنا أن جعل الدين مراتب في نقله، حتى أصول العقائد والعبادات والوعظ بهما والحض على ما كان بالأحق، معاني أصول جامعة نزلت ونقلت إلينا بالتواتر، فيها الأصول وشرحها العملي غالبا ما يوجد في السنة، أمر طويل وفي أقوال وأفعال ووصف لكيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم للمعاملات، فلم تكلف الأمة بأن تحفظها بألفاظها، وحدث درجة من درجات التداخل في أن البعض بيكون غير مؤهل لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما لقصور في دينه أو لقصور في حفظه، وابتلى الله تبارك وتعالى الناس بهذا، فعاشت لها الجهابذة
وبذل المخلصون مجهودهم، وهو مجهود يسير بفضل الله، ولكن بذلوا المجهود في أن يمحصوا الكلام، وهذه عبودية، عبودية لله تبارك وتعالى في حرص العبد على طاعة ربه، وإن كان الكلام يأتي مرة كذا ومرة كذا. فإذا جاء الكلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصار هناك ثمة خشية من أن يخرج على بعض الصالحين فيضطرب، أو أن يدس فيه بعض الكذابين ما يدس، فالعبودية هنا أن ننقح هذا، لا أن نقول يعني إذا وجد الكذب فلن نستطيع أن نعرف الدين. هذا كلام إنما يذكره من لا يريد أن يكون عبدا، ومن يريد أن يجد أي عذر يعني حتى لا يلتزم بعبوديات الله تبارك وتعالى. يقول: وبهذا يتميز عن السنة النبوية، فإنها نقلت إلينا بالمعنى إلا ما شاء الله، يعني وذلك أن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى كما يأتي بيانه في باب السنة. طبعا يعني قد لا نوافق المؤلف رحمه الله تعالى على يعني القول بأن السنة يعني الأصل فيها الرواية بالمعنى، لا، المتتبع لأحوال الرواة يجد أن الأصل عندهم كان الرواية باللفظ، وأنهم كانوا بيتحروا هذا أعظم تحري، ولكن حتى لا يضيع شيء من الدين، ما هو في إفراط وتفريط، ما هو فحتى لا يضيع شيء من الدين نتيجة وضع شروط متشددة وجودها أو غيابها، إن كنا نتكلم على لا يخل بمبدأ الثقة بما نقل، فلماذا نرده؟ فإذا كان راوي ضابط أو روى بالمعنى، أو خلاص روى لنا بصيغة هي من صيغ المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو أنا يعني فهي دي، فإذا جاء هذا فإننا نقبله. الرابع: أن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، وبذلك كان قطعي الثبوت في كل حرف من حروفه، وهذا بخلاف السنة النبوية فإن غالبها منقول إلينا نقل آحاد، والمتواتر منها قليل جدا، والآحاد وأي الآحاد الذين نقلوا هذه الأحاديث إن كانوا عدولا، ويقول والآحاد وإن كانوا عضولا ضابطين يعتريهم الوهم والخطأ والنسيان في بعض الأحوال، ولذا كانت الثقة بنقلهم مظنونة وليست قطعية، ولكن مظنونة ظنا راجحا تعبدنا الله تبارك وتعالى به عند غياب اليقين. الخامس: أن القرآن يقصد إلى بيان أصول الدين وإلى المعاني الجامعة للشريعة، حتى إنه لا يجمع الأحكام الكثيرة في اللفظ اليسير، ويدل على المراد بجهات متعددة، فيدل بمنطوقه ومفهومه وخصوصه وعمومه وإشاراته واقتضائه، سواء بالألفاظ المباشرة في بيان الأحكام أو بالتنبيه على ما يحبه الله ويرضاه أو يكرهه ويذم فاعله، أو ينبه على استحقاق الثواب فاعله الثواب أو العقاب، وكل ذلك تفهم منه الأحكام، وقد تفهم الأحكام من القصص والأخبار، ولا يزال يفتح للعلماء منه في كل عصر من العصور ما لم يكن ملحوظا لمن قبلهم. ك
كما قال عليهم رضي الله عنه لما سئل هل عندكم كتاب، فقال والله ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة كان فيها الزكوات ونحوها، وبلغها للأمة، يعني كان يعني استثمر هذا السؤال في أن يعطيهم الصحيفة التي ربما كان يعني قالها شفاهة أو كذا فدفع. ومن هذا كله يتبين أن النصوص القرآنية في أعلى المراتب من حيث الاستدلال بها على الأحكام، وعلى المجتهد أن يرجع إليها أولا ويقدمها على أي دليل يناقضها. يعني الفقرة التي تلي ذلك عن الكلام على اختلاف القراءات يفضل نجعلها المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لنعطي هذا الموضوع يعني حقه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويعني سنترك بعد أذان العشاء فترة مناسبة كي يصلي كل أخ في المسجد القريب منه، ثم نشرع في درس العقيدة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.